السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من الأجندة في أجندة هذا الأسبوع مشاورات الكويت تسوية تطبخ بعيداً عن الأنظار الفدرالية خيار التعايش والاستقرار خمسة أسابيع انقضت من عمر مشاورات الكويت التي تعتبر أطول مشاورات يمنية حتى الآن. ورغم طول الفترة فإنه حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن إنجاز حقيقي يمكن اعتباره نجاحاً لهذه المشاورات أو ثمناً مناسباً لبقاء ممثلي الحكومة والمتمردين في الكويت. وسط أجواء ليست ودية ولا تتسم بالانضباط. خصوصاً وان وفد المتمردين تعامل مع محطه الكويت تماما كما تعامل مع المحطتين السابقتين في جنيف وبييل السويسريتين بقدر كبير من الاستهتار واللامبالاه. حول مشاورات الكويت والانباء التي تتواتر حول وجود طبخه سريه لتسويه يجري الاعداد لها تحت واجهه هذه المشاورات سنخصص ملفنا الاول من الاجنده. لم يلتقي وفد وفداء المشاورات حول نقطة واحدة مشتركة فيما صرف المبعوث الأممي معظم وقته وهو يحاول أن يجر وفد الحكومة إلى المربع الرمادي في هذه المشاورات حيث لا ملامح محددة ولا تحديد واضح للأجندة والمرجعيات كان هناك ما يشبه التواطؤ من جانب المبعوث الدولي وسفراء غربيين للمضي باتجاه إقرار ما يطالب به المتمردون وهو تشكيل حكومة اسموها حكومة الخلاص الوطني كخطوة تسبق الخطوات الإجرائية الضرورية اللازمة لتسوية الأرضية لشراكة وطنية حقيقية كما يقولون ولتمكين الشرعية من استعادة سلطاتها على المؤسسات والمدن التي احتلتها الميليشيا خلال الفترة الماضية اضطر ووفد الحكومة إلى تعليق مشاركته في المشاورات مرتين في المرة الأولى احتجاجا على الخروقات التي لم تتوقف من قبل الانقلابيين، خروقات للهدنه، والمره الثانيه احتجاجا على عدم تحقيق اي تقدم فيما يخص النقطه الاولى في هذه المشاورات وهي اقرار اجنده المشاورات والمرجعيات الخاصه بها. عندما تفشل المشاورات في تجاوز عقده الهدنه والاجنده والمرجعيات فهذا يعني ان طرفا ما في هذه المشاورات لا يرغب بالمضي في طريق السلام. طريق السلام هو الطريق الذي يرفض الانقلابيون السير فيه لانه سينتهي بهم حتما الى الدوله. الدوله التي لا يسيطرون عليها ولا يهيمنون على مقدراتها. وسينتهي بالطبع الى طي صفحه الانقلاب الذي فشل عمليا من اوجه عده. اذ ان كل المعطيات التي استند اليها الانقلابيون في تمرير مخطط الانقضاض على السلطه معظمها لم يعد موجودا. وكل القوى التي اعطتهم الاشاره الخضراء في السابق ها هي ترفع اليوم البطاقه الحمراء في وجوههم بل وتستخدم القوه ضد هذا الانقلاب. الاسلحه التي كانت مصدر غرورهم تحطمت على رؤوسهم وعلى رؤوس اليمنيين ومظاهر القوه العديده التي استند اليها الانقلابيون تتاكل يوميا. بما في ذلك الزخم الاجتماعي الذي حققه المخلوع صالح في البيئه الحاضنه عندما كرر استخدام الحوثيين واجهه لتنفيذ هذا الانقلاب عاد وفد الحكومه الى المشاورات هذه المره بضمانات امميه وكان يفترض ان تاتي هذه الضمانات في شكل تعهدات مكتوبه من قبل الانقلابيين لكن الذي حدث طبيعة التدخل العالي المستوى الذي حدث هذه المرة يجعل من خطوة الحكومة عملا موفقا فقد اضطر الأمين العام للأمم المتحدة بان إلى بذل مساعي دبلوماسية عالية المستوى في محاولة إنقاذ جهود مبعوثه الأمم إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي وصل إلى طريق مسدود خصوصا بعد تعليق وفد الحكومة مشاركته في الكويت في مشاركته في المشاورات تدخل امير دوله قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وجمع الامين العام للامم المتحده مع الرئيس عبد ربه هادي ونتج عن الاجتماع اقناع الرئيس هادي باعاده وفد الحكومه الى المشاورات مقابل ضمانات قويه من قبل الامين العام للامم المتحده شخصيا. لكن الى الان لم تتضح بعد طبيعه هذه المفاوضات او عفوا طبيعه هذه الضمانات. فلماذا اختار المبعوث الاممي تقديم الضمانات نيابه عن وفد المتمردين؟ هل الامر يتعلق بحرص الامم المتحده على انجاح هذه المشاورات؟ قد تكون الاجابه نعم. لكن هذا لا يعني ان الامم المتحده قد وضعت يدها على اسباب وضمانات انجاح المشاورات ما لم تقم باعاده هذه المشاورات الى مرجعيتها والى جدول الاعمال نفسه الذي اعلن المبعوث الاممي ان الانقلابيين وافقوا عليه عندما زارهم في صنعاء. الامر قد يحيلنا الى جهد يبذل من اجل ابقاء مشاورات الكويت واجهه لتحركات سريه يجري خلالها التحضير من اجل تصميم اتفاق خاص للحل. وهنا ينبغي ان نتوقف قليلا في ظل تسريبات تفيد بانه حتى فيما يخص الترتيبات السريه لا توجد ضمانات حقيقيه لحمايه الثوابت التي يحرص عليها وفد الحكومه ومن خلف طيف واسع من الشعب اليمني الذين لن يقبلوا باقل من عوده الدوله وانهاء نفوذ الميليشيا وسحب سلاحها ومعاقبه الانقلابيين على الجرائم الكبيره التي ارتكبوها بحق الانسان والوطن. وكانت هذه الجرائم سببا في انهيار الدوله والاقتصاد وتشريد ملايين الناس وتدمير مدنهم وقراهم ومساجدهم ومدارسهم إبان الاجتياح المليشاوي المأساوي من بين أخطر ما تم تسريبه وما تم تسريبه بشأن الترتيبات السرية هو أنها تدفع باتجاه اعتماد مطالب الإنقلابيين بشأن بشأن حكومة الشراكة التي أعاد المبعوث الأممي تسميتها ب. حكومة الخلاص. ربما تكون التسمية هي التغيير الوحيد في صيغة الانقلاب الناعم الذي تخطط له اطراف عديدة ويهدف الى اعادة صياغة شرعية النظام الانتقالي التي ستمثلها هذه المرة حكومة جديدة. وحكومة كهذه لا يبدو انها ستهتم بقرار مجلس الامن الدولي رقم 22 16 لانه لا يعنيها بل ستعمل على انهاء مفعوله. لا يزال موقف الحكومه صلبا وعصيا على التاثير وحتى الان يعني ولما لا فالامر هنا يتعلق بمالات خطيره للازمه سيتحمل المسؤولون كامل المسؤوليه الاخلاقيه عن هذه الترتيبات هذا الوفد والحكومه والرئيس هادي سيتحملون كامل المسؤوليه الاخلاقيه لان الذهاب الى حكومه بصلاحيات سياديه كامله يكون للانقلابيين دور اساسي فيها هو بمثابه مكافاه سياسيه غير مستحقه لطرف الانقلابيين، هذا الطرف الذي الحق الضرر بالمصالح الوطنيه وافسد عمليه الانتقال السياسي وقوض الوفاق الوطني وقتل السلام الذي كان قد مضى قدما وكادت البلاد ان تخرج من عنق الزجاجه منتصره بنموذج للحل يعني تغنى به الجميع. الضغوطات التي تتلقاها الحكومه الان تدفع باتجاه القبول بتشكيل هذه الحكومه في دلاله على خطوره ما يجري التحضير له عبر هذه الحكومه ان من بين الضمانات الهلاميه التي قدمت ان هذه الحكومه لن تبدا في العمل الا بعد ان تنسحب الميليشيا من المدن وتسلم المؤسسات والاسلحه، هكذا يعطون ضمانات. طبعا هذه خطوه في غاية الخطورة وكأنها تريد أن تتخلص من مأزق المرجعية المطلقة للسلطة الشرعية التي تأسست عليها مرجعيات هامة مثل القرار الأممي رقم 2216 الف من بين أبرز ما كشفت عنه التسريبات هو أن تضم اللجنه العسكريه المقترحه للاشراف على تسليم الاسلحه ممثلين من دوله الكويت وعمان وان يجري الاستعانه بقوات لحفظ السلام التي قد تستسلم صنعاء او بالاصح قد تستلم صنعاء من الميليشيا وتفرض هذه اللجنه السلام في المدينه وتضمن عوده الحكومه الى صنعاء لممارسه صلاحياتها وبالتاكيد جرى التداول بشان هويه هذه القوات حيث رجحت بعض هذه المصادر ان تكون من الجزائر البلد الذي بقي في منتصف المسافة بين الشرعية والانقلاب فالجزائر تعترف بالسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته لكنها ليست متحمسة كثيرا للتحالف العربي والأمر يتعلق بالاصطفاف الاصطفافات التي تشهدها المنطقة على خلفيات عديدة خصوصا وأن المغرب هو جزء من هذا التحالف الاستعانة بقوات حفظ سلام قد تبدو مناسبة لتجنب اكتتال في صنعاء لكن خطورتها تكمن في انها ستسمح بخلق مناخ محايد في ظاهره. في العاصمه يعني هذا المناخ في العاصمه طبعا وهو ما يريده الانقلابيون. فيما القرار الاممي واضح في تاكيده على ضروره عوده الدوله الى ممارسه دورها الدستوري وهذا الدور لا يمكن تجزئته او تقليمه او ترشيده يفترض يفترض ان تعود الدوله بكل أدواتها السياسية والأمنية والعسكرية ويجب أن تكون الدولة وحدها يجب أن تكون الدول الدولة وحدها ضامنة للسلام في العاصمة والمدن التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين هناك الآلاف من اليمنيين الذين اضطروا إلى مغادرة صنعاء وغيرها من المدن والمناطق تجنبا للتصفيات والملاحقات والسجون السرية ومن حق هؤلاء أن يعودوا من حقهم ان يعودوا في اول فرصه لتحقيق السلام. فأين الضمانات؟ لا توجد ضمانات حقيقيه لسلامتهم سوى وجود اجهزه الدوله. وفي مقدمتها الامن والجيش الوطنيين وقيامها قيام الدوله بواجباتها كامله. لا يمكن التفريط بدور الدوله واجهزتها. فالدولة هي وحدها من يستطيع هي وحدها من يستطيع القيام بدور منصف مع الجميع. ولا يمكن لمخطط اعاده تكييف الشرعيه وفق ما يريد الانقلابيون ان يكون معبرا او معبرا عن رغبه حقيقيه للسلام من قبل الاطراف المؤثره في الازمه اليمنيه وبالاخص الاطراف الغربيه. تمثل عدن نموذجا صارخا للدور السيء الذي لعبته الاطراف الغربيه وبعض الاطراف الاقليميه بعد تحرير هذه المدينه والمحافظات الجنوبيه حيث ضغطت باتجاه عدم تمكين الدوله من القيام بدورها، هذه الاطراف هي التي ضغطت في اجراء لا يمكن وصفه, وصفه الا بانه انتهازي ومشبوه. وبسبب هذه الضغوط لم تقم اجهزه الدوله بدورها الحقيقي حتى الان. كل الذي حدث هو ان اجندات تتصارع في المدينه حولتها الى بيئه غير امنه استهدف فيها المقاومون الشرفاء قبل غيرهم واضطر العشرات من السياسيين والناشطين الذين كانوا جزءا أصيلا من جبهة المقاومة إلى مغادرة المدينة بعد أن اكتشفوا أنهم ضمن قائمة طويلة تم إعدادها للتخلص منهم بأكثر الوسائل كذارة وهي التصفيات الجسدية وعليه فإن من الأهمية بمكان عدم تكرار النموذج الذي رأيناه في عدن ونراه في المكلة حيث يقتصر دور السلطه الشرعيه على الزيارات الخاطفه والمحفوفه بالمخاطر لا يمكن ان يتمتع مقترح تشكيل الحكومه بالنزاهه والمصداقيه خصوصا اذا وجدنا ان السفراء الغربيين يقدمون وعودا غير منطقيه من قبيل ان الحكومه لن تمارس صلاحياتها فور تشكيلها الا بعد ان يتم الانسحاب من صنعاء والمؤسسات وتسليم الاسلحه إنها وصفة مفضوحة وانتهازية، لطالما دفعنا اليمنيون دفعنا نحن اليمنيون أو نحن اليمنيين من جرائها أثمانا باهظة من حياتنا ومقدراتنا من حاضرنا ومستقبلنا. أحاط المبعوث الأممي مجلس الأمن بأحدث تطورات المشاورات، لكن هذه الإحاطة لم يتكشف مضمونها بعد ليتم ليتم الحكم على سير المشاورات وهل تمضي بالشكل المطلوب ام انها لا تزال تراوح عند نقطه الصفر. لجا المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الى تقديم تصورات متفائله حول مستوى التقدم الذي تحرزه مشاورات الكويت ومما افاد به ولد الشيخ في هذه التصريحات ان وفدي الحكومه والمتمردين اقتربا من التوصل الى انفراج شامل وقال نحن نقترب من التوصل الى رؤيه عامه تضم تصور الطرف تضم تصور الطرفين للمرحله المقبله، ونعمل على تذليل العقبات الموجوده، وتطرق الى الى كل التفاصيل العمليه الى كل التفاصيل العمليه لآليه التنفيذ، ما يجعل الجلسات اكثر حساسيه ويجعلنا اقرب للتواصل الى للتوصل الى انفراج شامل. هذه العبارات المحبوكه بلغه دبلوماسيه ماهره. لا تخفي حقيقة ان المبعوث الاممي لا زال يراوح عند النقاط الاولى المتعلقة بهذه المشاورات، وان هذه المشاورات لا تزال تراوح مكانها. الا اذا كان يقصد بتصريحاته تلك المسار السري الذي سبقت الاشارة اليه في هذا الملف. وليس المشاورات التي نتحدث عنها نحن، والتي تعقد تحت اعين الكاميرات بين وفدي المشاورات. فالامين العام للامم المتحدة نفسه يقر في خطاب وجهه الى مجلس الامن بأنه لا تزال هناك خلافات عميقه بين طرفي المشاورات في الكويت، يجب التغلب عليها من اجل الوصول الى نتيجه ناجحه. لاجل هذا اقترح الامين العام بان كيمون في خطابه خطه لتكثيف وساطه الامم المتحده في اليمن للتغلب على الخلافات العميقه بين طرفي المشاورات، واقترح كذلك زياده عدد موظفي البعثه الامميه الى اليمن ونقلها من نيويورك الى عمان. حيث يتمكن الفريق الموسع من تقديم خبراته الفنيه للاطراف اليمنيه. ما صدر عن الامين العام للامم المتحده يكشف عن الصعوبه التي تكتنف مشاورات الكويت. وتشير الى ان الامور لا تزال على حالها من التعقيد، المؤشرات التي تصدر عن المشاورات تكفي للدلاله على ان الامم المتحده ربما تراهن على خط نشط من المفاوضات السرية تسعى إلى إنجاز اتفاق لكن خطورة اتفاق كهذا تكمن في طبيعته التي تسرب بعض منها خصوصا ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة مشاورات الكويت أحسنت اختيار المكان أو أحسنت اختيار المكان لكن النوايا لا تزال على حالها ليس فقط لدى الحوثيين وحلفهم صالح ولكن أيضا لدى أطراف أخرى لطالما خططت بخبث للالتفاف على خطة الانتقال السلمي في اليمن وبلغ بها المكر حد التآمر على السلام في اليمن وتمكين فصيل طائفي مسلح هو ميليشيا الحوثي من تقويض السلام الذي كان هشا والذي نجح اليمنيون في تحقيقه وكادوا أن يصلوا إلى النهاية عبر إقرار وثيقة الدستور والانتقال إلى مرحلة انتخابات وتأسيس سلطة الدولة الانتقالية وهو المكر ذاته والتآمر ذاته والانتهازيه ذاتها التي لا تزال تلوح في افق في افق المشاورات العلنيه السريه في الكويت. فالشرعيه هي الهدف هذه المره وليس اي شيء اخر. ولذلك تبدو المسؤوليه ثقيله جدا على فريق المشاورات الحكومي الذي يدرك قبل غيره مغزى ما يخطط له المؤثرون في هذه المشاورات الذين يظهرون حرصا على الشرعيه في حين يعملون على نقيض ذلك بذهابهم إلى الدفع بالمشاورات نحو إقرار صيغة اتفاق حول حكومة خلاص وطني ليس لها من الخلاص ولا من هذا الاسم شيء. ذلك أن الخلاص الحقيقي يكمن في إنهاء وجود الميليشيا وسلاحها وفي عودة الدولة لممارسة سلطاتها كاملة غير منقوصة وفي تكمين تمكين كل الأطراف وكل أبناء اليمن من العودة إلى عاصمتهم ومدنهم وقراهم تحت مظلة الدولة للعصابة. صيغه تقويض الشرعيه او صيغه تقويض الشرعيه عبر تسويق حكومه الخلاص الوطني هي التحدي الابرز في أركة في اروكه المشاورات بالنسبه للوفد الحكومي. ولكي يمضي هذا المخطط ثمة من يؤكد من الدبلوماسيين الغربيين ضروره تمديد المفاوضات الى منتصف شهر رمضان المبارك. هذا النوع من التوقعات مدفوعه برغبه ملحه للخروج بنتائج حتى وان اقتضت الحاجه الاستمرار في المشاورات خلال شهر رمضان المبارك. الخيارات حتى هذه اللحظه صعبة او صعبه بالنسبه للطرف الحكومي ومع ذلك ثمة ما يشجعه هذا الطرف على ثمة من يشجع هذا الطرف على التمسك بموقفه هو انه يعمل على ضوء ما تضمنه قرار مجلس الامن الذي يعد احد اهم المرجعيات للمشاورات هذا امر مشجع فاذا كان المتمردون يتجنبون تنفيذ هذا القرار لانه سيؤدي الى انهاء الانقلاب وتبعاته فان الوفد الحكومي غير مضطر للذهاب الى خيارات لا تتاسس لا على مرجعيات سياسيه ولا على مرجعيات اخلاقيه. ولن يكون بمقدور الاطراف الدوليه ان تكون وقحه الى حد الذهاب الى التصرف عكس ما يقضي به القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع. لهذا كان الوفد الحكومي موفقا بطرح قضيه انهاء دور المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي. اذ لا يتعلق الامر بالتخلص من هؤلاء بقدر ما يتعلق بما علق بهما من مشاريع الاستئثار بالسلطه استنادا الى الارث القريب من سطوه الحكم التي يعبر عنها المخلوع صالح وانصاره او الارث البعيد الذي يدعي الحق الالهي هذه الادعاءات التي يرفعها عبد الملك الحوثي وانصاره وسيكون التعاطي مع هذه النقطه مقياسا لنوع السلام الذي تبشر به مشاورات الكويت المعلنه وردي فتوى السرية، وإن غداً لناظره قريب. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية ملفنا الأول من الأجندة. نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لمناقشة الملف الثاني. لا تذهبوا بعيداً. بعض الكلمات تتمتع بسمعة سيئة عند الناس حتى وإن كان هؤلاء الناس لا يعرفون عنها شيئا أو لا يعرفون شيئا حقيقيا عن معانيها. جرب مثلا أن تقول كلمة علمانية وسط مجموعة من المسلمين وانظر ما الذي يحدث. الأغلبية ستأخذ مكانها في منصة القضاء وتصدر أحكامها التي لا تقبل النقض حول هذه الكلمة. مع أن أكثرية العلمانيين العرب أنفسهم لم يفهموا بعد العلمانيه حق فهمها. فما بالك بغير العلمانيين. ومثل ذلك كلمات كلمه الفدراليه التي باتت تتردد هذه الايام بكثره في الاوساط اليمنيه وتاخذ عند كثير منهم معاني سلبيه عديده مثل انفصال، تفتيت، توزيع عادل غير عادل للثروه وما شابه ذلك. ولان هذا المصطلح أصبح واحدا من أهم المصطلحات التي تتردد على ألسنة اليمنيين اليوم وأصبحت الدولة الاتحادية خيارا لكثير من اليمنيين الذين ذاقوا ويلات الدولة المركزية فلا بد أن نسهم في التعريف بهذا المصطلح للمشاهدين لعلنا نساعدهم على فهم ما يجري أو نصحح بعض الأوهام التي علكت بهذا المصطلح عن الفدرالية وخصائصها ولماذا يذهب البعض إليها سيكون محور هذا الحديث أو هذه الحلقة فتابعونا سنبدأ الحديث عن الفيدرالية بمجموعة من الحقائق العامة الحقيقة الأولى أن أكثر من ثلث دول العالم تتبنى الشكل الفيدرالي للدولة وقرابة نصف السكان الكرة الأرضية يعيشون في ظل دول فيدرالية أما الحقيقة الثانية فتقول أن أكثر الدول الكبرى هي دول فيدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وألمانيا وكندا وأستراليا والهند وغيرها الحقيقة الثالثة أو الحقيقة الثالثة أن هذا النمط من الدولة قد أصبح خيارا مطلوبا بصورة متزايدة فالدول تتجه من الحالة المركزية إلى الحالة الفيدرالية لأسباب مختلفة بينما لا يحدث العكس الحقيقة الرابعة انه لا يوجد نظام فيدرالي نموذجي جاهز يمكن استعارته وتطبيقه على اي حال فكل دوله تفصل نظامها الفدرالي على مقاسها او حسب ظروفها الحقيقه الخامسه ان بعض النظم الفدراليه اكثر مركزيه من بعض النظم المركزيه والعبره دائما كما نقول بالتفاصيل التي يتضمنها الدستور الاتحادي الحقيقه السادسه أن الدساتير في الدول الاتحادية الفيدرالية يعني أكثر صرامة من دساتير الدول الأحادية المركزية التي تتصف عد دساتيرها بالمرونة من حيث إمكانية التعديل والإضافة وغير ذلك الحقيقة السابعة أن الحكومة في الدولة الفيدرالية مقيدة وبطيئة الحركة أكثر من الحكومة في الدولة المركزية لأن العمليات القانونية الصانعه للقرارات بطيئه في الدوله الفدراليه الاتحاديه بطيئه بسبب احتياجها الى توافق وهو ما يحد من سرعه التصرف الحكومي الحقيقه الثامنه ان النمط الفدرالي مثله مثل النمط المركزي الاحادي له محاسن وله مساوئ وبامكان الامه التي تختار ان ترجح النمط الذي ينفعها ويحقق استقرارها ونمائها فما ينفع هذه الامه قد لا ينفع تلك، وما ينجح هناك قد لا ينجح هنا، وهكذا. والان ما الفدراليه؟ وهل نحن بحاجه اليها في اليمن؟ هذا ما سنحاول الاجابه عنه فيما تبقى من هذا المحور، لكن بعد مشاهده هذه الماده الفلميه التي تحاول تبسيط المفهوم بصوره طريفه. الدولة الفيدرالية تشبه نظام البناية السكنية لكل إقليم أو شقة خصوصية لكن قرارات مثل الإصلاحات والتجديدات لا بد أن تتم بقرار مشترك بين السكان هذا يحدث في الدول الفيدرالية أقاليم، ولايات، إمارات مختلفة اتفق سكانها على تكوين دولة واحدة لكن لكل منهم حكومته وبرلمانه وموارده الماليه المستقله هذه الاقاليم تعتني بالبنى التحتيه والصحه والتعليم والامن الداخلي تفرض الضرائب ولها قوانينها الخاصه شرط الا تتعارض مع القوانين الفدراليه ودستور الدوله القرارات الاستراتيجية كإعلان الحرب والسياسة النقدية والشؤون الخارجية تبقى من اختصاص الحكومة المركزية أبرز الدول الفيدرالية هي الولايات المتحدة والعالم اليوم يضم أكثر من عشرين فيدرالية منها الملكي والجمهوري ومنها الرئاسي أو البرلماني الفيدرالية لا تعني بالضرورة التقسيم الطائفي أو العرقي إنما تعني لا مركزية إدارية وفي النهاية تعود القرارات للسكان وفق ما تقتضيه مصلحة البناية الفيدرالية إذن هي شكل من أشكال الدولة تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين مستويين مستويين من الحكومة مستوى أعلى يسمى الحكومة المركزية أو الحكومة الفيدرالية أو الاتحادية ومستوى أدنى يسمى حكومة الأقاليم او الولايه او المقاطعه يتكاسم المستويان الحكوميان السياده في الدوله اما ما يخص الاقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستوريه لكل منها نظامها الاساسي الذي يحدد سلطاتها سلطاتها التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ويكون وضع الحكم الذاتي للاقاليم او الجهات او الولايات منصوصا عليه في دستور الدوله بحيث لا يمكن تغييره بقرار انفرادي من الحكومه المركزيه وقبل أن نذهب إلى الحديث عن حاجتنا نحن اليمنيين لفكرة الفيدرالية أو للنظام الفيدرالي دعونا نتوقف قليلا عند خصائص النظام الفيدرالي للدولة وسيتضح ستتضح تلك الخصائص من خلال معرفة اختصاص السلطة المركزية واختصاص سلطات الأقاليم من التجارب الفيدرالية السابقة التي شاهدناها يلاحظ أن معظم دساتير الدول الفيدرالية تكتفي بتحديد اختصاصات السلطة المركزية الاتحادية تاركه الاختصاصات الاخرى للاقاليم كما هو الحال في دساتير سويسرا والولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا والمانيا الاتحاديه والهند واستراليا وكندا والنمسا والارجنتين وغيره وتدور اختصاصات السلطه المركزيه في معظم هذه الدول حول المسائل الاتيه اولا السياسه الخارجيه والتمثيل السياسي والقنصلي وتمثيل الدولة الفيدرالية في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية هذا من اختصاص السلطة المركزية ثانيا من اختصاصها أيضا إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والاتفاقيات الدولية على أنه يسمح لحكومات الأكاليم أيضا بإبرام الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصها الإقليمي خاصة في الميادين الثقافية والتجارية ويحق لحكومات الأكاليم اللي هي تحت مستوى الحكومة المركزية يحق لها في هذه الحالة الاتصال بالدول والمنظمات الدولية مباشرة أو عن طريق السلطة, السلطة الفيدرالية العليا بحسب ما يتفق عليه في الدستور طبعاً الاختصاص الثالث من اختصاصات السلطة المركزية في النظام الفدرالي هو الدفاع عن الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالحرب والسلم وعقد الصلح هذا كله من شأن الدولة المركزية. الاختصاص الرابع إصدار العملة الوطنية وتحديد السياسة الائتمانية للدولة الفدرالية بوجه عام. والاختصاص الخامس إدارة الموانئ والمطارات الدولية وعفوا المطارات الدوليه، الاختصاص السادس شؤون الجمارك والضرائب المركزيه، الاختصاص السابع شؤون البريد والبرق والتلفون المركزي. الاختصاص الثامن شؤون الجنسيه والاقامه للاجانب، هذه تمنحها الدوله المركزيه طبعا. على انه يحق لسلطات الاقاليم منح الجنسيه وفقا لاحكام القوانين الفدراليه الخاصه بهذا الشان، وبحسب ما يسمح به الدستور المتفق عليه ايضا. الاختصاص التاسع: تنظيم الميزانية العامة للدولة الاتحادية بعد تخصيص المبالغ اللازمة لميزانية الأقاليم. الاختصاص العاشر: وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة بعد التشاور مع هيئات الأقاليم المختصة لتنسيقها مع خطط التنمية الإقليمية. الاختصاص الحادي عشر للدولة المركزية أو للمستوى المركزي وضع التشريعات المركزية المحددة في الدستور الاتحادي كالتشريعات الجنائية والمدنية بعد التنسيق مع السلطات التشريعية في الأقاليم. أما الاختصاص الثاني عشر فهو الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية والسلطة المركزية أو بالأصح السلطة المركزية تمارس اختصاصاتها أو تمارس اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي بواسطة أجهزة وهيئات خاصة يطلق عليها عادة اسم الهيئات الفدرالية أو الهيئات الاتحادية. نأتي إلى البرلمان الفدرالي لنقول أن الدساتير الفدرالية تتولى عادة بيان كيفية توزيع مقاعد البرلمان الفدرالي بين الأعضاء أو بين الأعضاء. والبرلمان الفدرالي هذا يتكون عادة من مجلسين مجلس الشيوخ ويتم فيه تمثيل الأكاليم أو الولايات بنسب متساوية أيا كان حجم هذه الأكاليم أو الولايات ويتم اختيار ممثلي كل إقليم أو ولاية في هذا المجلس إما من قبل هيئات الإقليم تشريعية كانت أو تنفيذية أو ينتخب ممثلو مباشرة من قبل الناخبين بالاقتراع العام حسب ما يكرره الإقليم نفسه المجلس الآخر هو مجلس النواب ويمثل جميع الأكاليم بنسبة عدد السكان فيها وينتخب الممثلون في هذا المجلس من قبل سكان الإقليم بالاقتراع الحر المباشر طبعا ويعتبر البرلمان الفيدرالي بغرفتيه أو بمجلسيه أعلى سلطة تشريعية في البلاد تتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي لصالح الدولة الفيدرالية المركزية وخاصه في مجال تشريع القوانين الفدراليه عن طريق الموافقه عليها بالاغلبيه المطلقه او النسبيه كما يتولى البرلمان المذكور منح الثقه للسلطه التنفيذيه المركزيه وسحبها منها وغير ذلك من الاختصاصات المركزيه كذلك توجد في اغلب الدول الفدراليه محكمه مركزيه عليا تكون هي المرجع الاخير والنهائي لجميع الاحكام والقرارات الصادره عن المحاكم المركزيه والمحاكم الاقليميه باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي أو الدساتير الإقليمية ويكون المقر الدائم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المركزية عاصمة الدولة الفيدرالية نأتي الآن إلى اختصاصات السلطة المحلية سلطات الأكاليم الأكاليم في النظام الفيدرالي تتمتع بجميع اختصاصات الدولة باستثناء اختصاصات السلطة المركزية التي أشرنا إليها من قبل وينبغي أن يكون لكل إقليم عاصمة إقليمية تكون مركزا للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإقليمية كذلك يحق لكل إقليم أن يكون له علم وشعار خاص به بجانب العلم والشعار المركزيين وتمارس الأقاليم اختصاصاتها بواسطة أجهزة خاصة بها فينبغي أن يكون لكل إقليم مجلس تشريعي ينتخبه سكان الأكاليم بالاقتراع العام الحر المباشر بنسبة تحددها قوانين الإقليم ويعتبر البرلمان الإقليمي البرلمان الإقليمي الممثل الوحيد لمواطني الإقليم لذلك يختص وحده بسن القوانين والأنظمة الخاصة بالإقليم وكذلك إكرار الميزانية المالية للإقليم والمصادقة على خطط التنمية الإقليمية ويقوم البرلمان الإقليمي أيضا بإصدار التشريعات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم الإقليمية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية الإقليمية ومنح الثقة لوزارة الإقليم وسحبها منها ويكون لكل إقليم مجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان الإقليمي وتعتبر الحكومة الإقليمية اعلى هيئه تنفيذيه في الاقليم تشرف على ادارته وتدير جميع الدوائر والمؤسسات الموجوده فيه. كما تقوم ايضا باعاده مشروع الميزانيه الماليه للاقليم ومشروع خطه التنميه الاقليميه. وتتولى الحكومه الاقليميه بوجه عام رسم السياسه العامه للاقليم في النواحي السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والاداريه. وتكون مسؤوله عن تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظه على الامن والاستقرار داخل الاقليم. ولا يجوز تحريك القوات المسلحه في الاقليم او دخول قوات مسلحه فدراليه الى الاقليم الا بناء على طلب تحريري خطي من السلطه الاقاليم. وتتولى السلطه الف... السلطه القضائيه في الاقليم محاكم اقليميه على اختلاف انواعها ودرجاتها تحدد القوانين و... او تحدد القوانين اختصاصات هذه المحاكم وصلاحياتها لا شك ان بعض المشاهدين يتساءلون الان لماذا تذهب بعض الدول او بعض المجتمعات الى اختيار الشكل الفيدرالي الاتحادي بدلا من الشكل المركزي الاحادي للدوله هل في هذا الشكل اي ميزه تجعله افضل من غيره؟ وما حاجتنا به نحن اليمنيون الان؟ او نحن اليمنيين الان. طبعا الناس يختارون الشكل الفدرالي للدوله بدوافع مختلفه، اما للمحافظه على خصوصيات الجماعه العرقيه واللغويه والدينيه المختلفه، الجماعات اللي موجوده داخل الاقليم في المجتمعات التي بها تعدد اعراق واديان ولغات واما للمحافظة على مصالح وهويات السيا... وهويات سياسية تشكلت قبل الاتحاد في دولة واحدة. واما للهروب من مشاكل الدولة المركزية. نحن في اليمن لحسن الحظ ليس لدينا مشاكل ذات طابع عرقي لان اليمنيين أمة واحدة أو أمة واحدة وفدت عليها مجموعات عرقية محدودة في فترات تاريخية معينة، نعم لكن هذه المجموعات الوافدة اندمجت في النسيج الاجتماعي اليمني وذابت فيه حتى فقدت خصوصيتها خصوصيتها العرقيه. وليس لدينا مشاكل ذات طابع ديني. فالمجموع يدين بدين واحد هو الاسلام. وليس لدينا مشاكل ذات طابع ثقافي. فلغه اليمنيين واحده هي العربيه في لهجاتها المختلفه البسيطه. صحيح هناك في الاونه الاخيره جماعات تدفع باتجاه اثاره النزعات الطائفيه والنزعات المذهبيه والعرقيه لكن مشاكل هذه مثل هذه مقدور عليها ولا ترك الى مستوى المشكلات السابقه اذا ما هي المشكله التي دفعت بعض اليمنيين في بعض اليمنيين في الاونه الاخيره للمطالبه باعاده النظر في شكل الدوله اليمنيه والمطالبه بدوله اتحاديه فدراليه سنتابع مشكلتنا في اليمن هي مشكله نظام سياسي فاسد مستبد احتكر السلطه والثروه هو وقرابته وعشيرته نظام لم يترك لليمنيين فرصه العيش الكريم الذي يلكوا به نظام اهدر الثروه الوطنيه حتى جعل اليمنيين من افقر الشعوب مع ان بلادهم من اغنى البلاد ومع ان الفرص التي واتتهم للنهوض من افضل الفرص نظام اهدر كرامه اليمنيين حين جعلهم من الشعوب الاقل تعليما والاضعف شخصيه والاقل حضورا وكان لابد من حل كان لابد من حل اذ لم يكن بامكان اليمنيين ان ينتظروا حتى يرق قلب الحاكم وتصلح اخلاق اخلاقه ويهديه الله والشعوب الحيه شعوب المحترمه لا تعول على ضمير الحاكم وأخلاقه لأن هذه الأمور تخص أهله وأصحابه ولا تخص الشعب الشعوب الحية محترمة تعول على الضمانات المادية والقانونية التي تمنع الحاكم من الفساد والاستبداد كان لابد من حل لإنهاء هذه المأساة التي حلت بحاضر اليمنيين حتى لا ينتشر سرطانها إلى المستقبل وكان الحل الذي اختاره اليمنيون في اكبر مؤتمر حوار وطني بتاريخهم هو المضي الى دوله اتحاديه فيدراليه لضمان عدم تركيز السلطه والثروه في يد شخص محدد او طائفه محدده من الناس دون بقيه الناس لكن هذا الحل للاسف لم يعجب اصحاب المشاريع الصغيره المشاريع الاسريه والسلاليه والمناطقيه والطائفيه لانه سيحرمهم من عناصر التحكم والهيمنه على الدوله اليمنيه. فذهبوا يحرضون الناس ضد فكره الفدراليه من اساسها مقدمين انفسهم في صوره الوحدويين الحريصين على الوحده الوطنيه. وهم في حقيقه الامر الذين اوصلوا اليمن الى ما وصلت اليه الان. اذا فإن خيار الفدرالية هو خيار اضطراري لجأ إليه اليمنيون بعد أن انسدت أمامهم الطرق في الحصول على دولة مركزية عادلة والخيارات الاضطرارية مثل العلاج لا بد فيها من المرارة والألم إلا أن مرارتها أهون من مرارة البقاء في ظل نظام استبدادي فاشل أوصل اليمن إلى غرفة العناية المركزة طبعا كل تحول كبير من هذا النوع لا بد أن ترافقه آلام وأوهام والانسان عدو ما يجهل ومعظم الناس يجهلون طبيعه النمط الفدرالي للدوله وهو ما يجعلهم عرضه للوساوس والمخاوف وبعض العارفين منهم معذور في تخوفه من خيار من خيار الفدراليه لان التقسيم قد يتم على اسس سياسيه لا على اسس اداريه وهو ما قد يؤسس لشروخ مستقبليه كبيره داخل المجتمع اليمني هذا امر مفهوم الا ان هذا لا يبرر رفض الدوله الاتحاديه وانما يحمل الطبقه الاجتماعيه المثقفه مسؤوليه خلق وعي كافي حول هذه المفاهيم في الاوساط الاميه وشبه الاميه لكي يعرف المواطن ما له وما عليه دون تحيز مرضي لا ينفع الوطن على هذه الطبقه المثقفه ان تعلم قبل غيرها ان الدوله الفدراليه ليست رجسا من عمل الشيطان وان المهم والخطير هو تلك المواد الدستورية التي تشكل الدولة الاتحادية المواد التي ستحدد صلاحيات كل من السلطة الاتحادية والسلطات المحلية الأدنى وتحدد طبيعة الأقاليم عفوا طبيعة العلاقة بين الأكاليم وبعضها وبين الأكاليم والسلطة الاتحادية من ناحية أخرى وتحدد توزيع الثروة الوطنية والنظام الضريبي وطبيعة الرعاية التي ستحصل عليها الأكاليم الفقيرة باختصار الشيطان كما يقول المثل يكمن في التفاصيل بامكان الرافضين لفكره الفدراليه ان يناضلوا بدلا من ذلك في صناعه هذه التفاصيل الدستوريه التي قد تجعل الفدراليه شكلا موسعا من اشكال الاداره المحليه بامكانهم ان يضغطوا باتجاه صياغه دستور يضمن الوحده الوطنيه ويضمن التوزيع العادل للسلطه والثروه بطرق ذكيه يعرفها ترازيه القوانين الدستوريه جيدا لقد آن اوان حل مشكلاتنا اليمنية من جذورها، اعني حل مشكلة احتكار السلطة والثروة، ما لم ما لم يحدث ذلك فإن اليمنيين سيظلون يعانون من دورات صراع لا تنتهي، تأكل الأخضر واليابس، وتعطل التنمية والحياة، وتهدد مستقبل أبنائهم في ظل حكومات عسكرية لا تعرف للمواطن قدرا ولا للحقوق والحريات معنى. وإذا أردنا أن نعرف مستقبل أولادنا وأحفادنا في ظل النظام العسكري فيكفي أن نستمع إلى هذا الضابط ضابط المخابرات المصري الذي سنعرضه عليكم بعد قليل لنرى كيف ينظر العسكر في الدول العسكرية البوليسية إلى المواطنين نشوف. ومظاهرات عمالة تطلع كل يوم جمعة. وقلنا في قانون تظاهر ومنع التظاهر ولازم إذن عشان تتظاهر وبيخترقوا هذا الكلام وعن قصد بيعملوا اللي هم بيعملوه ده. يا اخي ما اعمل اطوق المظاهره بطق امني واعبيهم فلوريات واوديهم يزرعوا الصحراء تبقى خضرة. يا انسان مش نصيع ما بتشتغلش مش لاقي حاجه بتاخد 200 جنيه عشان تنزل في الشارع تتظاهر انا هخليه يشتغل وياخد ال جنيه ويزرع لي الارض وافرزه ما سيبوش اما المصنف اخواني اسحله وحبيبنا حقوق الانسان. إلى الجحيم! إلى الجحيم! إلى الجحيم! هكذا ينظر العسكر غالباً إلى الناس. وطبعاً هذه الأخلاق الوحشية تصبح أكثر توحشاً مع الزمن، حين تصبح الدولة ذات طابع بوليسي خالص. المواطنين أو المواطنون عند الأخ الضابط أدنى قيمة من الغنم. عبوهم في لوريات واسحلوهم. طبعا هذه الثقافة لم تأتي من فراغ هذه ثقافة مؤسسة كاملة يتم شحن الكبير والصغير فيها أعزائي المشاهدين كان هذا هو الختام وهو لم يكن ختاما من المسك إلى أن نلقاكم في حلقة السبت القادم كونوا بخير